لطيف مع نيرمل. أنت أيضا تعجز عن النوم؟ لا تقلق أبدا. ها؟ غارفيلد، أنا أحاول التنظيف. جار، وأنا أحاول النوم. سأنظف لاحقا، أما الآن سأقوم بغسل الثياب. لا أجد شيئا أكثر إزعاجا من المكنسة الكهربائية. وجدت شيئا الآن. يقومون بالتنظيف حيث أسكن، ففكرت بالمجيء لقضاء يوم معك. هل أنت مسرور برؤيتي؟ نورمال، أنا سعيد لدرجة أنني سأفرش لك السجادة الحمراء. تفرش السجادة الحمراء حقا من أجلي؟ غارفيلد، هكذا تفرش السجادة الحمراء لاستقبال أحدهم؟ لا، هكذا تفرش السجادة الحمراء للتخلص من أحدهم. إلى اللقاء صديقي. ظننته سيتدحرج إلى الأبد. من الأفضل غسل بطانية غارفيلد. يا بوكي، ابقى هنا قليلا. أي نوع من المنظفات تستخدم لبقع اللازانيا؟ لم يكن ذلك لطيفا أبدا يا غارفيلد. كان هذا القصد من الفكرة نورمو؟ لا تشعر المرء بأنه مرحب به. أتعلم يجب أن يكون لديك مكان للضيوف أمثالي. لدينا مكان. كان مناسب جدا. أتعلم يا غارفيلد، يلتمني شعور بأنه غير مرحب بي هنا. حقا؟ لا أتخيل السبب. سيندم على ذلك. سيأتي يوم يكون غارفيلد فيه لطيفا معي. أظن بأن هذا هو اليوم المناسب. حان وقت قيلولة ما قبل بعد الظهر. إنها قيلولة التحمية لقيلولة بعد الظهر. غسلت بطانية سريرك غارفيلد؟ لا تفوح منها رائحة اللازانيا. حسناً، علي سكب المزيد منها. هي، ينقصني شيء ما. لا، بل ينقصني أحد ما. بوكي، 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 أو بوكي. حسناً سيظهر، لا يوجد مشكلة إن عشت من دونه دقيقتين. لا يوجد. بوكي، بوكي، أين أنت؟ هل أنت هنا بوكي؟ هل أنت هنا بوكي؟ بوكي، بوكي، بوكي. بوكي، هل أنت هنا؟ الآن عرفت أين اختفت فطيرة اللحم. بدأت بالعمل منذ السادسة صباحا، لكنني أنهيت التنظيف الآن. المنزل نظيف تماما لاز. و أو بوكي، ماذا تفعل يا غارفيلد؟ سأتصل بك لاحقا. بوكي، اخرج أينما كنت. أين هو يا أربخو؟ اعترف الآن. ما الذي تبحث عنه غارفيلد؟ أعرف، إنه بوكي. سلمه لي أربخو إن كنت تعرف ما هو صالحك. أخرجت بوكي من سريرك لأتمكن من غسل البطانية، ووضعته هنا على ال... هذا غريب، لقد وضعته هناك. أنا أنتظر. لقد تذكرت الآن، لقد وضعته عن طريق الخطأ في سلة المهملات. أيها الشرير، لا أجده في أي مكان هنا. أفرغت سلة المهملات في سلة القمامة الموجودة في الخارج. لا تقلق بوكي، أنا آت لإنقاذك.
أين أنت بوكي؟ بوكي ليس هنا. غارفيلد، أنا آسف إن رميت بوكي عن طريق الخطأ، ولكن لا يسعني القيام بشيء الآن. لا أصدق بأنني لن أتمكن من رؤية بوكي الصغير مجدداً، أو رؤية وجهه المبتسم وسماع صوته العذب. حسناً، هو لا يتكلم كثيراً، لكنه كان صديقي. من قد يفعل أمراً كهذا؟ من هو الشرير الذي باستطاعته أن يأخذ عزيزي بوكي؟ لم تفعل ذلك. لقد فعلت، وجدته في سلتي القمامة حيث وضعتني. الأمر يتطلب الدبلوماسية، يتطلب الذكاء والتصرف العقلاني. اسمعني جيداً نورمو، أعد إلي بوكي وإلا سأرسلك إلى القطب الشمالي في طرد. إلا مسني يا غارفيلد فأنت لن ترى بوكي مجدداً. ستحصل عليه بشرط واحد، عليك أن تكون لطيفاً معي. إلى أي مدى؟ لطيفاً جداً. ألا تقبل بلطيف بعض الشيء؟ عليك أن تكون لطيفاً جداً معي طوال اليوم، وسأريك أين خبأت بوكي. أشعر بالاشمئزاز، لقد ربحت. لطيف جداً. حسناً. أن أكون لطيفاً مع نورمو هذا أمر غير طبيعي. أحتاج إلى كعكة أو 2 أو 37. أيها الكلب البوليسي، استعمل أنفك في سبيل شيء نافع واختفي أثر من أخذ كل كعكاتي. لم أكن أنا. ماذا سأفعل الآن؟ نورمو موجود في سريري ومعدته مليئة بكعكاتي. سأخبرك ماذا سأفعل. غارفيلد، أرجوك لا ترسلني إلى الفضاء الخارجي. الفضاء الخارجي منعزل. غارفيلد، أرجوك لا تسمح لأسماك القرش بأن تأكلني. هذا لطيف للغاية، بالإضافة ستشعر أسماك القرش بالغثيان. دعني أفكر. أرجوك يا غارفيلد لا ترغمني على مشاهدة مباريات الجولف على التلفاز. أجل. لا تعاملوني بلطف يا غارفيلد، أنت لن ترى بوكي مجدداً. بوكي، سأخبرك ماذا سأفعل بنورمو أودي. لا شيء على الإطلاق. أتعلم يا غارفيلد، رغم أن ذلك أشبه بالمستحيل، لكنني أظن أنني أزداد ظرافة، ألا توافقني؟ أجل نورمو، أنا حقا أظرف قط في العالم كله، ألا توافقني؟ أجل، بلى نورمو. لا، أريد سماعك وأنت تقولها. قل أجل يا نورمال، أنت هو أظرف قط في العالم كله. أجل نورمو، أنت أظرف. أعذرني لدقيقة واحدة. أجل نورمو، أنت بالفعل أظرف قط في البلد كله، في العالم. أعذرني. في العالم، مهما يكن. شكراً يا غارفيلد. هي، سيقدم جون اللازانيا بعد الانتهاء من تنظيف المنزل. أظن بأنه سيكون لطيفاً إن سمحت لي بالحصول على حصتك. يكفي، لا أستطيع تحمل المزيد. لم أكن أنوي القيام بهذا، لكنني مضطر لذلك. أنا أرسل بريداً إلكترونياً أدعو أقرباء جون، روسيلا ومينيرفا لزيارتنا. ترى من سيأتي الآن؟ انتهيت للتو من تنظيف المنزل مجدداً. روسيلا، مينيرفا. مرحباً يا جون، أتينا لزيارتك. ظريف جدا. أجل ظريف، إنه أظرف هر رأيته. أجل بالطبع، بإمكانه أن يكون أكثر ظرافة.
أخذت معي حقيبة التجميل. أخرجوني من هنا. ارجع أيها الغريب، ارجع. غارفيلد، عليك أن تنقذني منهما. أيها الهر، توقف. أنا آسف أيها الغريب، أنت لوحدك. لكنك وعدتني بأن تكون لطيفا معي. أنا لطيف معك، هما ليستا لطيفتين معك. أيها الهر، نريد أن نجعلك ظريفا أكثر. إنا هنا، يحتاج إلى الاستحمام وإلى تنظيف أذنيه وغسل فروه وتفريغ ليله. أوه، أنا كنت أتمنى مساعدتك، لكنني لست على طبيعتي منذ اختفاء بوكي. إنه داخل الشجرة في الفناء الخلفي. يمكننا صبغه باللون الفيروزي. ها أنت يا صديقي. سأساعد نورمال بعدما حصلت على بوكي. لا تزعج نفسك. حسناً أودي، استرجعت بوكي ولست مضطراً لأن أكون لطيفاً مع نورمال بعد الآن. سار كل شيء بشكل جيد. هناك هر ظريف آخر. سنزيل شيء أرجوكم ونجمل وجهه. سنزيل شعره أيضاً. هيا بنا، هيا. أنقذني بوكي. أزمة المستكلب. مرحبا أودي، أنا مشغول حاليا، إنني أحضر الآن اللازانيا المزدوجة بثلاثة أنواع جبنة واللحم لعيد ليز. هيا لا تقف عند قدمي، سأعطيك عظمة لك. حسناً، لنأخذها. العظمة يجب أن تكون أفضل من البارحة، وإلا غداً أحضر المزيد من بسكويت الكلاب الذي أحبه. أكاد أنتهي. ضمن أخبار أخرى، سيحدث اصطفاف نادر للقوى الكونية. البروفيسور هارلو هورن فرانز يشرح لنا. أعرف هذه الرائحة، أعرف هذه الرائحة وأحبها. نعم، نجم الكلب سيريوس المعروف بألفا كينس ماجر، في موقف فريد بالنسبة للنجم كانوبوس. إنهما في اصطفاف غير مسبوق مع القمر. أيكون لذلك تأثير غريب على الكلاب في هذا الكوكب؟ تؤثر على الكلاب الغبية فقط. الكلب لا يتمتع بالذكاء أبداً، إنه يتأثر بها. حسناً، ماذا لدينا هنا؟ لازانيا. انظروا جيداً يا رفاق، لن تبقى طويلاً. لا، لا تأكلها. إنها اللازانيا، علي أكلها، هذا ما أتقنه. إن هذه اللازانيا لحفلة عيد ليز، إن لمستها لن أطعمك حتى عيدها التالي. يجب أن يكون هذا معلوماً، أو الذي بعده، أو بعده أيضاً. حسناً حسناً، لقد فهمت سيد لطيف. سأتركها لتبرد قليلاً، لا تأكلها فحسب. هيا، أملك إرادة تردعني عن أكل اللازانيا؟ لا أملكها، بلى أملكها.
ربما لا، لقمة واحدة فقط. حسناً حسناً، يوجد هناك لازانيا واحدة في العالم لن آكلها، يجب أن يحدث ذلك. أوه مرحباً، هل استمتعت بالعظمة أودي؟ حسناً، ستبرد اللازانيا ليلاً. سأقدمها باكراً. رائع، لقد ظننت أن غارفيلد سيلتهم اللازانيا، لكنه ردع نفسه وامتنع عن ذلك. لن آكل اللازانيا، لن آكل اللازانيا، لن آكل اللازانيا. لما لا أقنع نفسي؟ أعترف لتذمر معدتي، أنا لن آكل هذه اللازانيا. ما هذا؟ أودي، هل سمعت شيئاً هنا؟ لا أعرف ما الذي تسبب. اختفت اللازانيا لعشرة أشخاص، يا للهول، أنا أعرف جيداً من قام بأكلها. غارفيلد، ما هي الفكرة؟ غارفيلد، لقد أكلت اللازانيا لعشرة أشخاص. حقاً؟ أنا لا أذكر ذلك. قصدت ما قلته لك غارفيلد، فأنا لن أطعمك مجدداً، واضح؟ عمت مساءً. لكن أنا لم ربما أكلتها. إن الأمر لا يتعلق بالمشي، إنما بالأكل خلال النوم. آسف لأنني أكلتها ولم أعرف. ما كانت لذيذة. لقد قسوت على غارفيلد حين قررت عدم إطعامه مجدداً. سأخبره أنني سأطعمه بعد سنة أو اثنتين. غارفيلد، عدم إطعامك إلى الأبد فترة طويلة ليست فكرة جيدة. غارفيلد! غارفيلد، كيف فعلت ذلك؟ غارفيلد، كيف فعلت ذلك؟ لا تقل لي إنك لست الفاعل. إن لم تكن الفاعل، فمن هو؟ لعله الجارو. أرجوك لا تلقي اللوم دائماً على أودي المسكين، يعجز أودي عن أمر كهذا. لقد سئمت منك غارفيلد! آمل أنك أحضرت بسكويت الكلاب. حسناً، أين هو؟ ماذا؟ إذاً لم تحضر البسكويت؟ لقد حذرتك. لن تهرب مني بسهولة. حين أهاجمك بمخالبي ستطيع أوامري. أمسكت بك أيها الصغير.
كنت أمزح بشأن البسكويت. تناوله كله، تناول حصتين أراد، لا أحبه. آمل أن التلفاز شغال. كما كنت أقول للجميع، اصطفاف النجوم الغريب والكسوف قد يحولان الكلب إلى مسخ متوحش. عجباً، أيحدث هذا لأودي؟ بالطبع، يحدث ذلك لكلب غبي جداً. قد يحدث ذلك لأودي. غارفيلد، أنا أدين لك باعتذار. لنبحث عن أودي بسرعة. أنزلني، أنا أشتاق. أشعر بأنني أعرف مكانه. ها أنت هنا. هل أنت بخير أودي؟ علي اصطحابك إلى البروفيسور الواردي في الأخبار. اتصلت بالمحطة وأخذت عنوانه. إنه في سانتوري بوليفارد. ثمة مطعم بيتزا متوفر ليلاً في سانتوري بوليفارد. أوه لا، يأمرني الشرطي بركن السيارة جانباً. لما العجلة؟ إنه فعلاً سيصدق ذلك. إنه كلب أيها الشرطي. نعتقد أنه يتحول إلى مسخ ضخم ومجنون. لا صدقني، قال البروفيسور على التلفاز إنه أمر ممكن. إنه يسكن هناك. أخفض الزجاج الآن لأرى الكلب الوحشي. هيا. ذلك الجرو الظريف وحش. غارفيلد، أرأيت ما حدث؟ لا. هذه حالتك الأساسية أودي. على سبيل الحذر لنحضره إلى البروفيسور بأقصى سرعة ممكنة. عذراً لإيقاظك بروفيسور في وقت متأخر، كنا نخشى أن يتحول كلبك إلى وحش بسبب ترتيب القمر والنجوم. أنا لا أعتقد ذلك، إنه مخلوق غير مؤذٍ تماماً. رغم أنه يبدو كلباً غبياً. قصدنا البروفيسور بسبب الخبر العاجل، ولكن ماذا لو كان صحيحاً؟ حتى لو كان صحيحاً لا يهم. اصطفاف النجوم الذي تسبب بالتغيير انتهى الآن، ولن يحدث حتى سنة 3459 الثلاثاء. إذن حلت المشكلة. هذا إن كانت موجودة. علي تعامل مع اصطفاف القمر والنجوم قد يسبب كسوفاً يؤثر على الهيررة. الهيررة؟ الهيررة؟ نعم، لا تقلقوا، إن حدث سيؤثر على عدد صغيراً من الهيررة. أي هيررة بروفيسور؟ الهيررة التي تستهلك الكثير من الطعام الإيطالي. سأرى إن كان مطعم البيتزا المتوفر ليلاً مفتوحاً. يوهو. تأخر الوقت للعبة الكرة. لا يتعلم هذا الجرو. حسناً، إذن لنلعب لعبة المفضلة. هيا اجلبها ونم خارجاً. ها
هز المنزل كما تشاء، لن أنهض أبداً لأدخلك أوضي. جهاز أوكزانتيوم مفقود. إن لم أجده لن أعود قبل ساعتي. الذروة في زحل. ها هو المخلوق الرباعي الأقدام، أنقذ موقفي. كيف أرد معروفك أيها الأرضي الغريب؟ هيا أخبرني كيف أرده لك. المخلوق البرتقالي الأناني أكل اللازانيا يزعجك. إذن الآن فلنقلب الأدوار ونصلح الأمر. أنجزت المهمة. أودي هذا يكفي. غارفيلد، هذا غريب فعلا، كدت تخدعني. ترى أين هو أودي؟ من أين تأتي هذه الرائحة الكريهة؟ ما مسألة نفس الكلب؟ يجب أن أفرك أسناني. كيف وصلت إلى هنا؟ سرت بينما كنت نائما. ها أنت هنا أودي؟ هيا أدخل، الفطور جاهز. واو، ما زال يخطئ باسمي بعد كل هذه السنوات. اللازانيا يمي. مهلا لحظة الآن، إن كان هذا غارفيلد من أكون؟ هذا مستحيل. ها تبادلنا الأجساد أنا وأودي، ما يعني أن أودي يأكل اللازانيا خاصتي. ها هو طعامك يا أودي. لا أتفاجأ من رائحة أودي الكريهة، لن أكل هذا. تراجع أودي، هذه اللازانيا لي. حسنا، لن أصاب بالذعر. أنا أودي، أتحاول إخباري شيئاً؟ نعم، جون، أنا غارفيلد، أنا عالق في جسد أودي، تصرف. أوه، فهمت أودي، تريد أن تتمرن. ما المشكلة يا أودي؟ لا أتنفس، إنه كابوس. هذه استيقظ غارفيلد. لا أصدق هذا، إن أودي يشاهد برنامجي في مقعد الخاص وبجسدي أنا. هيا يا أودي لنركض مسافة إضافية. ركضت فترة كافية لمدى الحياة. أرلين، هذا أنا غارفيلد. نعم صحيح، وأنا ملكة إنجلترا. مهلا أرلين، أنا غارفيلد، سأثبت ذلك. حسنا، أكلت كعكة ميلادك السنة الماضية، غفوت أمام التلفاز. شكرا لاستعادة ذكريات جيدة. ماذا تفعل في جسد أودي؟ لا أفهم. هاي أخبريني أنت. لعله مصيرك لأنك تسيء إلى أودي. أنت محقة، أنا أعامله كالكلب، أصبحت الآن أنا كلبا. ابتهج غارفيلد، فكر بالأمور الجديدة التي تستطيع فعلها ككلب. مثل ماذا؟ أركض وراء ذيلي أو أشرب من المرحاض؟
مرحبا أرلين، مرحبا أودي، أليس يوما رائعا جدا؟ أتعلمين أرلين؟ قد تكونين محقة. هذا أمر ممتع. هل جننت؟ إن هذه الكلاب تريد قتلي. أودي، عد إلى هنا. غارفيلد، هذه ستكون الغلطة الأخيرة. دعوني، دعوه وشأنه. أودي، ما مشكلتك؟ هل أنت تحمي غارفيلد؟ نعم، هل تذكر أمراً رائعاً فعله الهر من أجلك؟ أمراً واحداً رائعاً، أمراً واحداً رائعاً. لا. عظمتي المحظوظة. أودي، كلب سيء. الآن اسكت، ابقى مكانك، اتفقنا؟ بأي اتجاه ذهب الهر؟ مهلا، كيف نعرف أنك لست تكذب؟ أعدكما وأؤكد لكما. كان هذا رهيبا. هيا فلنعد إلى المنزل. أودي، أودي، إلى أين ذهبت أيها ال... أودي، لا. قد أكون محظوظا اليوم حيث أتخلص من الهر المزعج نهائيا. سوف أرسلك إلى واغادوغو. ليتصل أحدهم بالشرطة، اختطف ذلك المريض صديقي. أودي، هل أنت هنا؟ مخالب الكلاب عديمة الفائدة. هاي، ماذا تفعل في الخلف؟ هذا هو مثال آخر على تفوق الهرر على الكلاب. لا تقف الكلاب على القوائم الأربع جيداً. ها هو. تماسك أودي. لقد جازفت بحياتي من أجل لابتوب. إلى أين ذهب الهر السخيف؟ عد أيها السارق ذو الأربع قوائم. أوه عجبا. أودي، انتظر من هنا. الوضع ليس جيدا. من هنا. عد إلى هنا أيها المزعج البرتقالي. ليس هذا الاتجاه. عد بل فات. ما من مخرج. قضي علينا أودي. الوضع سيء. آسف لأنني كنت شريرا معك صديقي. وداعا أودي. الآن سأطمئن على صديقي رباعي القوائم. يا للهول. النجدة. لم يكن علي أن أتدخل منذ البداية لنصلح المشكلة قبل أن تتفاقم. شارب
الحبايا الرقيقان، الفراء البرتقالي الرائع. عدت إلى طبيعتي، أنا غارفيلد. عادت الأمور إلى طبيعتها. أعتقد أن الكرسي يتسع لشخصين، أليس كذلك؟ فوق الشجرة. أو مرحبا، كنت منغمسا في إحدى هواياتي المفضلة وهي طبعا النوم. أو تذكرت، أتلقى رسائل تسألني عن أكثر أشياء أحب القيام بها في حياتي. حسنا، ها هي بترتيب عشوائي. الشاشة من فضلكم. الرقم 1 النوم. الرقم 2 الأكل. الرقم 3 النوم مع أحلام عن تناول الطعام. الرقم 4 معقد قليلا، الأكل أثناء النوم. الرقم 5 النوم على جانب الآخر. الرقم 6 إرسال نورمال إلى القطب الشمالي. تفضل، لاحظوا أنني لم أكتب عليه قابل للكسر. الرقم 7 و8 و9 مزيد من تناول الطعام. نصل الآن إلى الرقم 10. الرقم 10 هو الشيء المفضل لدي في العالم كله، وبشكل غريب لا يتضمن الأكل أو النوم، بل مشاهدة السناجب وهي تقوم بتعذيب أودي. أحب ذلك، سأريكم إياه. شاهدوا، سيكون هذا من أفضل ما ترون، ثقوا بي. ألم أخبركم؟ هذا رائع، السناجب. يمكنك الخروج الآن، لقد ذهبت السناجب. استحققت هذه العظمة نيابة عني وعن الجمهور. نشكرك لأنك منحتنا وقتا رائعا. أودي والسناجب لا يمكن أن تمل منهم. إنه عمل رائع. اسمع، لابد أنه أغبى كلب في تاريخ الكلاب الغبية. هذا الكلب دماغه أصغر من حبة الجوز. إذن بحجم حبة الكاجو. سنعرض عليكم الآن شيئاً لم تشاهدوا مثله من قبل في حياتكم. لقد شاهدت ذلك. إليكم آخر الأخبار،
حقق اليوم رجل من السويد رقما قياسيا جديدا في تناول طعام، بحيث نجح في تناول كميات كبيرة من الطعام، وكان هناك فرقا كبيرا بينه وبين باقي المبطلين. ممل، 600 قناة ولا يوجد ما أشاهده. لو أن أفضل ما أتمناه يحدث معي الآن. أعرف هذا النباح، إنه نباح أودي عندما يطارد السناجب التي تسخر منه. أجل، أجل. هيا بسرعة، أخرج من الخلف، حان وقت أودي. أحسنتم، أحسنتم، هيا. لقد انتهينا، يمكنك العودة إلى المنزل. حسناً، سأأتي بعد قليل. سقط سنجاب، سقط سنجاب. هاي، أخيراً قبضت على سنجاب. تقريباً إلى الذين يقومون بجمع النقاط في المنزل، أودي واحد والسناجب 783. لا يمكنني مشاهدة هذا، إنه فظيع. أجل، إنه هالك. يا للمسكين، كان سنجاباً شجاعاً جداً. لا يسعنا القيام بشيء من أجله. هاي، لا تقلق يا أودي، هذا السنجاب هنا في حالة صدمة، سيستيقظ في أي دقيقة، امنحه القليل من الوقت. هاي، ماذا تفعل؟ لا، لا نريد ذلك في المنزل. لا يحب جون وجود السناجب في غرفة الجلوس. لا أريد أي علاقة بهذا. ما حصل لصديقنا أمر مؤسف. بروفيسور وولنت، لم أسمع من قبل أن كلباً قد أمسك بسنجاب، هل هذا حدث شائع؟ أو لا، هذا الأمر غريب للغاية. في الواقع إنها المرة الأولى لم ينجح أي كلب في التاريخ في أن يقبض على سنجاب. إنها مأساة. فهمت، لكن هل تظن أن مستقبل السناجب مهدد بالخطر؟ أجل، بالطبع بالطبع، يبدو أننا في نهاية حقبة ما، وأنه علينا الانتقال إلى مناطق خالية من الكلاب. والآن أعذروني، علي أن أوضب أغراضي. خذني معك. لا
أريد الانتقال، أحب المكان هنا. إيه، ربما نتحدث مع الكلب ونتصالح معه. بعد كل الأشياء التي قمنا بها لا تكن ساذجاً، لابد وأنه يكرهنا. يمكننا المحاولة، لن نخسر شيئاً. أو لا، إنه يتذوقني، سوف يأكلني. ماذا؟ هل تريد مصافحتي؟ بعد الأشياء التافهة التي فعلناها بك؟ لن يرغب أن يعقد الصلح معنا. علينا المحاولة. ماذا لو حاول أكلنا؟ لسنا نعلم ما الذي فعله بصديقنا. هيا بسرعة لنهرب بينما هو غائب. أمجو بحياتك. هاي، ألعب مع صديقي الجديد. صديقك الجديد؟ ولكنه إنه كلب. ماذا يسعني القول؟ لقد أسأنا فهمه، هو وباقي الكلاب على الأرجح. كلب جيد. هل أعاني انفصاماً في الشخصية؟ بالطبع لا. ولا أنا. بلى، أنت كذلك. كلا. وأي منكما لا يستحق المشاهدة؟ أوه، ماذا سأشاهد؟ ماذا سأشاهد؟ أيمكن ذلك؟ أيعقل ذلك؟ يبدو أن أودي يطارد السناجب مرة أخرى. إنه أفضل ترفيه يمكنكم الحصول عليه. نحن الحكيم. أودي حكيم؟ ما هو لون السماء في عالمكم أيتها السناجب؟ إن فكرة أودي عن السعي الفكري هي مطاردة ذيله لمدة ساعة. كيف تجرؤ على إهانة صديقنا؟ هل سنسمح له بقول هذا؟ أعتذر. أنا لن أعتذر. حسناً إخوتي، اقبضوا علي. هاي، إليكم عني. هل أبدو لكم ككيس من اللوز؟ توقفوا، توقفوا. لا 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 لا. يبدو أن برنامجي المفضل قد تم إلغاؤه. لا مزيداً من أودي يطارد السناجب. إن حصلت على أخبار سيئة يكون قد حان الوقت لتبتسم. وإن لم تفعل فأنا أحدهم سيرسمها بدلاً عنك.